كانت بطبيعة الحال دورة المجلس الجهوي شهر ماي، كانت هناك ثلاث نقاط تقريبا. النقطة الأولى اللي كانت متعلقة بتقييم مخطط المغرب الأخضر في الفلاحة في جهة وادي الذهب البويرة، كان لزاما أن نقيمه بعد مرور 6 سنوات من تنفيذ هذا المخطط على أرض الواقع، أين كانت الإخفاقات، أين كانت النجاحات. وبطبيعة الحال وقفنا وكانت هناك إجابة، وكانت هناك أسئلة صريحة وإجابة كذلك صريحة من طرف المديرية الجهوية المشرفة على هذا القطاع بالجهة. النقطة الثانية كانت متعلقة بنقطة خلق في إطار شراكة متحف للمقاومة وأعضاء جيش التحرير من أجل الحفاظ على الذاكرة بإقليم أو سرت، وكذلك سيكون مركزا ذو طابع كذلك تثقيفي وتكويني في نفسي الآن. هذا فيما يخص النقطة الثانية. النقطة الثالثة كانت متعلقة باتفاقية مشروع اتفاقية شراكة مع بيت مال القدس، وأنتم تعلمون الأهمية التي يوليها الشعب المغربي خاصة من كوني أولا صاحب الجلالة الذي يترأس لجنة القدس الشريف، وكذلك الموقف والمعروف والتضامني الذي معروف به الشعب المغربي فيما يخص دعم القضايا الأمة العربية والإسلامية، وبينها القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الثانية بعد القضية الوطنية بالنسبة للمغاربة، فكان لزاما أن تكون لنا مشاركة في إطار هذه الاتفاقية. سنقدم من خلالها دعما سنويا رمزيا ولو متواضعا من أجل حفاظ المقدسيين وصمودهم للاغتصاب الذين يتعرض له يوميا على يد الاحتلال الإسرائيلي. بطبيعة الحال كانت تمت المصادقة على جميع المشاريع التي تم. بطبيعة الحال هناك كانت معارضة ربما حول بعض النقاط، ولكن كانت تم تبني جميع النقاط لأنها تم في الأخير المصادقة عليها من طرف السادة أعضاء المجلس بالأغلبية. حسن أكديم، مدير الجهة الفلاحة لواء الذهب البويرة. إذا كانت فرصة اليوم لتقييم أعمال أو أشغال ديال المخطط المغرب الأخضر الخمس سنوات الأولى ديال البرنامج، أكيد على أنه فيما يخص الدعم الأولى، وكما أكدت في خلال المداخلة ديالي على أن هناك تقدم بحوالي إنجاز ثلث، بالرغم من ان المساحه ديال انتاج البواكر تضاعفت، الا ان التقدم يلا وصلنا ثلث، وهناك بعض العجز ناتج عن اشكاليه ديال تدبير الموارد المائيه، والسلطات المعنيه والشركاء فهم واخذين هاد الاشكاليه بعين الاعتبار، وبصدد ايجاد الحلول المناسبه اللي ما غاديش تاثر على الاستثمار وكذلك ما غاديش تاثر على الفرشه المائيه. النقطه الثانيه وهي المشاريع ديال الدعامه الثانيه اللي فيها واحد التقدم جد ملموس ملحوظ، والاخوان راه لمسوه وشوفوا سلسلة ديال حليب الإبل كيفاش تقدمات واليوم كيفاش كتسوق على الصعيد الوطني والجهوي. وهكذا فيما يخص هذا المشروع هذا تم إنجاز حوالي 64 إنجازات وصلت 64%، علما على أنه ومن المرتقب على أنه في السنوات المقبلة إن شاء إحنا يلا في 3 سنوات ديال البداية ديال هذا المشروع هذا. فيما يخص المشاريع الأخرى فهناك تجاوزت نسبة الإنجاز 100%. ثم الأهم هو أنه البرنامج ديال المخطط المغرب الأخضر في المرحلة الثانية أي 2014-2020 كما كانت المناسبة لتقديم حوالي خاصة في الدعامة الثانية ديال 6 المشاريع ديال الدعامة الثانية، هم سلسلة المعز، سلسلة الأغنام، وسلسلة اللحوم البيضاء بكل فئة استثمارية ديال تقدر ب 52.5 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروعين جد مهمين مهيكلين للجهة، والأول يتعلق بإنجاز دراسة لتحلية ماء البحر لأغراض فلاحية، ومشروع ديال إنجاز أو بناء مركز للتكوين المهني الفلاحي بالجهة من أجل مواكبة ديال هذه المشاريع ديال المخطط المغرب الأخضر. على السؤال، أكيد على أنه في السنوات الماضية كانت الكلفة ديال الإنتاج ديال المياه ديال تحلية ماء البحر لأغراض فلاحية كانت كلفة جد 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 مرتفعة، إلا الآن على الصعيد الدولي فهناك هناك عمليات أو تكنولوجيا تمكن من إنتاج هذه المياه بأقل تكلفة، إلا أننا وكما ذكرت فالدراسة اللي غنقوم بها في هذه السنتين إن شاء الله هي اللي غتعطينا التوجه أو جميع اللي غتجيب على التساؤلات، الكمية، الكلفة، يعني جميع المعطيات التقنية حول هذه المياه، تصفية المياه البحر لأغراض فلاحية.